معانا الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وهيكون مشارك في هذه الجلسة وليه كلمة رئيسية داخل هذه الجلسة. دكتور يعني برحب بحضرتك معانا في البداية، وبالتأكيد يعني مؤتمر هام في عدد كبير من الدول الافريقيه مشاركه في هذا المؤتمر. حضرتك شايف هذا المؤتمر ازاي بشكل عام؟ وتكلمنا ايضا عن الجلسه النهارده اللي حضرتك هتكون فيها، مصر الجديده، الاداره الافضل والعوائد الاعلى. شكرا جزيلا. المؤتمر هو ده المؤتمر الخاص بالكوميسا افريقيا 2017، بيبقى دائما ذو اهميه كبيره على مستوى تبادل الخبرات ما بين الدول الافريقيه وبعضها. وميزه يمكن هذا المؤتمر هذا العام ان بدا يبقى فيه تركيز كبير على رياده الاعمال، فانت هتلاقي من ضمن فعاليات يعني الثلاث ايام الخاصين بالمؤتمر كان في يوم كامل على عمليه رياده الاعمال بنماذج مختلفه، ازاي المفترض سواء الدول او حتى على مستوى الشركات العامله في هذا المجال بتقدر تساعد رواد الاعمال في تحقيق مستهدفاتهم، في تحقيق حلمهم، في تحقيق النمو لشركتهم وما غير ذلك. لان النقطه الرئيسيه لما تيجي تبص عليها ان في الاخر الاقتصاديات الافريقيه اقتصاديات شابه، يعني المجتمعات فيها مجتمعات شابه، فبالتالي فكره الابداع وفكره رياده الاعمال من اهم المسائل. اضف الى ذلك ان المؤتمر كان فيه فعاليات وحلقات نقاشيه يمكن مختلفه شويه عن الحلقات النقاشيه المعتاده، يعني لقينا حلقات نقاشيه بتتكلم على المستهلك الافريقي، فبالتالي احنا هنا بدانا نخش في تفاصيل مرتبطه بكيفيه الاستفاده او فهم المستهلك الافريقي وفهم احتياجاته، فبالتالي تبقى تقدر الشركات انها تتعامل من هذا المنطلق، فدي تفصيلات لم تكن تذكر من قبل، فهنا اهميه هذا المؤتمر من هذا المنح. الاهميه الاكبر او الاوسع لهذا المؤتمر ان انت عمليه التعاون مع افريقيا والتبادل الخبرات امر هام جدا لو احنا بنتكلم على فكره الاستدامه بتاعه القاره الافريقيه بصفه عامه. اضف الى ذلك ان 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 الدورات الاقتصاديه بصفه عامه بتلاقي الاقتصاديات بتنمو واقتصاديات بعد كده بتلحقها فيها في ركب النمو ده، فالاقتصاد الافريقي واقتصاد القاره الافريقيه قطعا من الـ يعني الاقتصاديات اللي هتبتدي انها تتبع هذا الركب على مستوى معدلات النمو، وده بنشوفه من معدلات الاستثمار اللي بتتم من الدول الاجنبيه وبالاخص الصين زي ما انت ذكرت النهارده في الاستثمارات في افريقيا. اضف الى ذلك ان كل عمليه التنميه والنهوض الاقتصادي يعني او التنميه الاقتصاديه تتطلب قدر من التمويل، فبالتالي هتبقى من ضمن الحاجات يعني اللي هيتم ذكرها، وبالاخص كمان فيما يتعلق بعمليه الاداره الرشيده والتحول الاقتصادي. يعني الجلسه اللي احنا هنتكلم عليها بنتكلم على التحول الاقتصادي من منظور اداره رشيده لاقتصاديات الدوله، وازاي ده بيقدر يتاخد كنموذج كمان للدول الافريقيه الاخرى، لان الاصلاحات اللي تمت في مصر كانت اصلاحات جريئه جدا لم تفعل منذ سنوات وعقود. لما نيجي نبص في حقيقه الامر مين بيحاول يعني ان احنا نخش في لب المشكلات ونعالج قلب المشكله كانت فعلا في الاعوام السابقه بصراحه، فبالتالي ده يعني من هذا المنظور ومن منظور الاداره الرشيده ده درس يدرس لمختلف المجتمعات، يعني كيفيه التحول او النجاح في الخروج من عنق الزجاجه وبدايه التحول الاقتصادي في هذا الشان. وهذا الامر في الاخر بيستتبعه ان الاداره الرشيده ما هيش مرتبطه بالدوله فقط، هي مرتبطه بالشركات، فبالتالي بيبقى في دور مهم جدا للشركات، لان هو ما هو الاقتصاد الا تجميع من القيمه المضافه الخاصه بالشركات، كل شركه بتنتج انتاج بتجمع كل هذا الانتاج هو ده الاقتصاد في الاخر، فبالتالي الاداره الرشيده ليس فقط على مستوى الدوله ولكن على مستوى الشركات ايضا فيما يتعلق بزياده انتاجها بتحسين كيفيه ادارتها لنفسها، فبالتالي بتضيف للاقتصاد الكلي، فهو ده هيبقى محور النقاش النهارده. دكتور يعني سؤال خاص بفكره ان احنا يعني هذا المؤتمر خاص بالاستثمار في افريقيا، ازاي بقى هذا المؤتمر هيساعد لينا احنا كمصر ان احنا يكون في استثمار افريقي في مصر خلال الفتره القادمه، وتحديدا انتوا كبورصه هل هيكون في تعاون ما بين البورصات الافريقيه خلال الفتره القادمه؟ احنا كان في مؤتمر اللي عقدناه في نوفمبر المنصرم كان اتحاد البورصات الافريقيه، كنا احنا طلبنا الدعوه لانعقاد هذا المؤتمر السنوي، وكان في عدة محاور كثيرة اتكلمنا عليها، ومن أهمها كانت عملية التكنولوجيا المالية من ضمن المحاور الرئيسية للبورصات الأفريقية لازم تتعاون فيها، من ضمنها عملية القدرة على التنويع بالنسبة للمستثمرين وإضافة أدوات مالية جديدة، من ضمنها الاستدامة الخاصة بالبورصات، والاستدامة دي لن تتأتى إلا من خلال استدامة النمو الاقتصادي، فبالتالي عملية التحرير الاقتصادي زي ما بنتكلم وتحرير الأسعار بتاعة السلع والمنتجات بيأتي معها قطاعات جديدة دخلت ما كانتش موجودة. على سبيل المثال قطاع الطاقة الجديدة والمنتجات الجديدة في مصر كان من ضمن القطاعات الرئيسية اللي ما كانتش موجودة بحكم إن أنت كان عندك أسعار
اسعار مدعمه بصوره كبيره جدا للطاقه، فبالتالي ما حدش كان مهتم ان هو لان التكلفه اعلى بالظبط. فبالتالي لما بدات ان انت تعمل عمليه التحرير الجزئي لعمليه اسعار الطاقه وبدات العمليه تصل الى سعر تكلفتها تدريجيا، بدا يبقى عندك قطاع مهم جدا ظهر لك، والقطاع ده مش بس بيخدم ان من منظور الطاقه الجديده المتجدده، لا ده من منظور المخلفات ايضا، ان بقت في تجميع للمخلفات، بقى فيه اهتمام بالمخلفات علشان بتنتج منها الطاقه، عشان بقى سعر الطاقه مناسب. فعمليه التسعير ومساعده البورصات في توفير التمويل لعمليه النمو هو ده الهدف الرئيسي. البورصات ما بينها وما بين بعضها قطعا بنتعاون بصوره كبيره، بنحاول نتبادل الخبرات، بنتبادل كمان الخبرات فيما يتعلق بادوات ماليه جديده تساعد عمليه النمو، من سندات تسمى سندات الخضراء اللي هي بتمول المشاريع الخضراء، فبنشوف افضل النماذج والتجارب، وكانت بورصه جنوب افريقيا من اهم الدول في هذا الشان. وفي امور فنيه اخرى كثيره مرتبطه بكيفيه اداره المخاطر بتاعه التحول الاقتصادي فيما يتعلق بالبورصات والادوات الماليه المتداوله. فبالتالي البورصات بصفة عامة احنا يعني بصورة مستمرة في عملية اتصال ومحاولة دائما ان احنا نخش في الركب بتاع التقدم والرؤية المستقبلية. يعني التكنولوجيا المالية من الامور الهامة جدا اللي محتاجة البورصات انها تستوعبها، وان هي قد تغير شكل القطاع المالي بصفة عامة، التكنولوجيا المالية. فبالتالي ده من اهم الامور اللي البورصات بتتعاون فيه في هذا الشأن. شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا حضرتك. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا.